شباب طريقنا طويل وشهادة وطريقنا صعب هنحارب على ما خاف الموت ما تعرف الله يا شباب عيكفرون علينا كانوا عيكفرون نحن محصورين بالقراني عيسبون على ديننا وعلى أعراضنا ونحن نقولهم ما أبو طائفية وما أبو طائفية سووها طائفية وذبحونا وذبحوا العالم هاي دم أخواتي يمشي البزر مخ أخوي لكم شتم الذات الإلهية على البطل عبد الباسط صاروخ وقصف منزله وخصف عدد منازل في البياضة هاي الدار غرباء وكذاب والمدافع ما حد يعرف بعضها من قرباء كان قرباء ثلاث عزة طلعوهم بقوا فوقهم بالدبابة كل شهداء الله تعالى كل شهداء ما ظل غير نحن ما الشباب الشايفة الحمد لله الله يسلمك شايف قذيف الشرفات والشلالات خمسة البياضة 12/11/2011 طبعا هون في عصابات مسلحة ثلاث أشخاص منهم الواحد داخل ثلاث أشخاص عزة المام عايشين ضربوه بالقوازج جابوا تركسات جابوا دبابات كان في 40 دبابة بحي البياضة حي البياضة على قده هي 40 دبابة ثانية الله يستخدم فيه عرفت أنا عندي دبابة على قناة الجزيرة وحكيت حي أنا لسه بنطلع قنوات الجزيرة بنطلع كل القنوات شو تجنون رسالة يا خد باصي؟ وجهنا الرسالة إنه نحن ما راح نسكت والناس القصبة تقصد تستعبد إذا دمروا الدور فوانا هاي الشباب كل أبطال إذا دمروا الدور فوانا راح نضلع لحتى بخاف حتى النصر بإذن الله خلي المعارضة تشوف بعينها هاي المهلة عم تعطينا إياها بس هاي المهلة عم تعطيهم الجامعة العربية قاعدين على الكراسي وعم يعطوا مهلة كأنه في مباراة كرة قدم ما هم شايفين العالم تحت الأراضي عم تموت بيضة 12/11/2011 حمص البياضة 12/11/2011 هذه هي الإصلاحات التي وعد بشار الأسد فيها الجامعة العربية هذه هي الإصلاحات التي وعد بها الجامعة العربية بشار الأسد وهذا ما تريده هي التنسيق الوطنية من بشار الأسد حمص البياضة تدمير المنازل والممتلكات العامة وتخريب وقصف قصف المنازل على المدنيين العزل حمص البياضة 12/11/2011 دمار شامل للممتلكات دمار شامل قصف على المنازل هاي عائلتنا هون هاي الدار فرجيه هون فرجينا الخزائن في الضرب هلا ما معروف طبعا البيت منين الباب منين الاخر فرجينا دم اخواتنا على الارض دم اهالينا على الارض هاي الدم هاي الدم ان شاء الله كل عيلتنا لسه على الطريق قولوا الله يا شباب قولوا الله ترى وين هذا الشهاده طريقنا نحن الشهاده المترجي غير هيك ترى ما يطلع يا شباب نحن هذا طريقنا هذا كله طريقنا قولوا يا رب بس قولوا يا رب